جزاء فوق الجميع، ابعاد بالراس لسه حسونه بيحاول ان هو يخلي الهجمه موجوده من ناحيه اليمين، انطلاقه محمد الشيبي، الهجمه ممكن تكون الاخطر هنا في هجمه مرتده، انطلاقه للامام فيستون مايل السريع، ولكن لسه الخطر حلوه، الكوره خطيره، هدف، جول 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 جول، الهجمه المرتده المتقنه، الهجمه المرتده، تيك تاك تيك تاك، تمريرات، والهدف الاول لبيراميدز. يا سلام على الهجمه المرتده، يا سلام على الخروج بالكوره، يا سلام على رؤيه محمد الشيبي وتمرير فيستون مايلي، ما فيهاش بخل، ادي الكوره والتمريره من الشيبي، الانطلاقه من فيستون مايلي والتحرك من غير كوره من ابراهيم، يا سلام على الهدف. ثلاثة انطلقوا في هجمة، أو اثنين انطلقوا في هجمة مرتدة بعد تمريرة الشيبي، فيستون مايلي يصنع، وابراهيم عادل الله بالقدم اليسرى في الجول، 1-0 لبيراميدز، 1-0 لبيراميدز عن طريق اللاعب ابراهيم عادل، وهدف بعد ضغط كبير جدا، بعد تنوع كبير جدا في الهجمات وطريقة الهجوم، ويضرب نادي الداخلية بالهجمة المرتدة. فيستون مايلي يصنع، ابراهيم عادل يرتقي لبيراميدز عند الهدف الأول. ابراهيم يسجل صاحب ال 22 سنة، ده هدفه الثالث في دوري نايل من 6 مباريات، دي مباراته رقم 6. مات بالراس، ولكن ابعاد على طول من وليد الكارتي. توري بلاتي، توري حلوه الكوره، فيستون مايلي 3-2، خطيره الكوره، مرتده، ممكن الثاني، فيستون مايلي خطير، الشيبي مين غيره، الشيبي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز، هو نجم المباراه الاول، اللاعب الممتاز، اللاعب الرائع، يسجل الهدف الثاني بكوره ممتازه، برضه مرتده، هو اللاعب الذي تشعر كأنه يعزف منفردا. يا سلام يا محمد يا شيبي، فيستون مايلي يرد له الهديه، يقول له خد انت كمان هديه، والتمريره بباطن القدم، بالتسديده بباطن القدم من الشيبي، والهدف الثاني لبيراميدز. يا سلام على الهجمات المرتده واللعب على الهجمات المرتده، ثاني بيلدغ الداخليه بنفس السلاح، بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب، الهجمات المرتدة هي الحل، الهجمات المرتدة هي اللي وصلت نادي بيراميدز للأهداف عشان تصبح النتيجة 2-0. محمد الشيبي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 عشان ينهي الأمور مبكرا.